السلام عليكم، راح نبلش بشرح هذا الجزء من تشابتر 3. هذا الجزء كثير مهم يعني، ودائما راح يكون عليه 10 علامات يعني. ممكن هذا الموضوع الموضوع اللي بعده مع بعض. هسه هذا الموضوع بحكي لنا عن الفورس اون بلان سيرفيس. هسه بالموضوع الماضي تعلمنا احنا الضغط، يعني لو كان عندي وعاء زي هيك عندي مي، انا لو بدي احسب الضغط للنقطة هاي انا احكي جاما في اتش، تمام، جاما للسائل في اتش. طب انا لو بدي اياها كفورس بعمل، طب انا بعرف انه البريشر هو فورس على اريا، لو بدي فورس اوف في اريا، تمام. في شغله كمان بدي تعرفها، انه انا تمام بدي اعرف الضغط، بس انا بدي احسب الفورس مش على الضغط. في موضوع اسمه البوابات، الجيتس، ان انا عندي بوابه مي ولتكن سد، مش سد ممكن تكون، ولتكن سد، انا بدي احسب القوه الضغط تبعت المي. يعني انت عندك هيك مثلا وعندك بوابه سد، عندي زي هيك طويله دائرة أي شيء بغض النظر، أنت بدك تحسب القوة اللازمة حيث إنه إيش، حيث إنه تنفجر البوابة أو تخلط يعني البوابة تفتح. أنا يعني بدي أصمم البوابة بحيث ما تفتح، فأنا بدي أشوف إيش السائل اللي عندي وأشوف الارتفاع وأشوف قوة الضغط هاي. فهسه مطلوب منك بهذا الشابتر أو بهذا الجزء موضوع إشي واحد بس، أول شيء قيمة الفورس أو البرشر بشكل عام. البرشر سهل جدا، شو اسمه البرشر سهل جدا، جاما في اتش. الفورس شو بتساوي؟ بي في اي. امورها تمام، عرفنا الفورس من ايش، من تشابتر اللي قبله، مش تشابتر، الجزء اللي قبله. اما كمان تعرف وين موقع الفورس، يعني هسه احنا هاي عندنا كيف بتكون الضغط، الضغط هون قليل، هون اعلى، هون اعلى، هون اعلى، بتكون ايش، عباره عن شبه منحرف، ما من عبارة شو بنعرف. أوجد سنتر الضغط اللي هو الواي سي بي بسموه، اللي هو سنتر وفي براشر. بدي أحسب دائما سنتر وفي براشر، بدي أحسب الفورس. هذا مطلوب منك بهذا الجزء وسهل جدا من مباشرة. يلا هسه قبل ما تفوت بدي تعرف كثير مصطلحات. أول شيء الدرس اسمه فورس اون بلين سيرفيس. يعني فورس اون بلين سيرفيس يعني سطح مستوي، يعني طوانة على الشكل مستوي زي هيك، يعني صفيحة زي هيك بغض النظر انه هي صفيحة مستوية مش كيرف، تمام، لأن الدرس اللي بعده راح يكون كيرف. بالتالي عندي شيء اسمه البرشر ديستريبيوشن، شكل توزيع الضغط زي ما قلت لك، او زي ما علمتك فوق، الضغط كل ما تنزل بيزيد. عندي لما يكون الضغط متبع لجميع النقاط بيكون اسمه يونيفورم، مركز عليه، هاي مرة جتني في الامتحان. فورم البرشر ديستريبيوشن، قيمة قوة الضغط في حالة اليونيفورم تساوي قيمة الضغط ضرب المساحة، معروف. كان قوة الضغط توجد في نقطة اسمها السنتر اوف بريشر اللي هي واي سي بي، سنتر بريشر. حالة اليونيفورم بكون السنتر اوف بريشر هو نفسه الصفيحة. ركز، لما يكون يونيفورم عندي مثلا زي هيك، انا عندي مستطيل، تمام، المستطيل وين سنتره؟ في النص، والصفيحة وين سنترها؟ مستوية برضو في النص. معناته لما يكون عندي يونيفورم موقع السنتر اوف بريشر يعني موقع الفورس بالنص. هذا كثير مهم، ومره اجى سؤال، مره اجى سؤال يعني نموذج ثاني، اذا كان عندي السنتر اوف او اذا كان عندي البريشر نون يونيفورم، نوع البريشر او شو نوع وين موقع السنتر اوف بريشر، دائما بيكون بالاسفل. ركز معي، هذا يونيفورم، وين القوه المحصله؟ بتكون على النص، وبنفس الوقت المستطيل بالنص، بس لو نون يونيفورم بتلاقي نازل لتحت شوي، اللي تحت شوي، وهذا اللي راح نتعلمه احنا، انه مستحيل الضغط يكون يونيفورم. لما يكون البريشر ديستريبيوشن ناتج عن ما وجود في حاله هيدروستاتيك بيكون اسمه هيدروستاتيك تايب بريشر ديستريبيوشن عادي. عادي بنمثل هذا التركيب اسمه على شكل لينير. موقع قوه الضغط بيسمى سنتر اوف بريشر، فيها يكون موقعها بالعاده اسفل السنترويد للصفيحه او السطح بشكل عام. دائما لاحظ انا عندي السطح، عندي كيف السطح، عندي هيك، أكيد الضغط هون أقل من هون، أقل من هون، أقل من هون، يعني الضغط إيش على شكل شبه منحرف. بقول لك إنه سنتر الصفيحة هو في النص، إحنا مش مختلفين عليها. قوة الضغط شبه منحرف بيكون دائما بالاتجاه الأكبر، بيكون دائما لتحت، دائما سنتر الضغط في حالة النون يونيفورم بيكون أقل من، مش أقل، بيكون أسفل الصفيحة، تمام، ركز يعني معي. يونيفورم بيكون إيش، سي بي تساوي السنترويد، واي بار سميها، تمام. نون يونيفورم يكون عند السي بي كيلو اسفل واي بار،
تمام دائما خذ القاعدة. ها قاعدة، أيوة هاي الحالات اللي عندي بقول لك، لو أنا مثلا عندي سطح المي هون ضغط أكيد زيرو، إحنا نشتغل دائما ضغط جاج، ركز جاج، كل ما أنزل فات سنتر الضغط وين عندك، هذا مثلث وين سنتر مثلث، ثلث على القائمة وثلثين عن الهاي، أو تحسبه يدوي من قبل إننا نتعلمها. هون بقول لك كل ما تنزل بزيد الضغط، بيكون شبه منحرف عندك، القوة بيكون أسفل الصفيحة هيك، يعني إذا هاي عندك مركز الصفيحة، هاي هون مركز قوة الضغط. هون بحكي لك إنه السائل نفس الفكرة، بس البوابة عندي هون، فإن اللود عندي راح يكون شبه منحرف نفس الطريقة. إحنا ما راح يكون عندي لود زي الستاتيك والستركتشر وهيك، نفس الطريقة لو عندي سائلين تضغط هون تختلف عن المتصل بتغير السلوب. تمام، إحنا عرفنا بس المصطلحات وعرفنا السوالف الأساسية، سبب كيف تحل. بس هاي الصورة هي اشتقاق للقانون، تمام؟ بدي تعرفها كيف؟ شرحها حالة عامة إنه تكون الحالة مائلة مستقيمة، عندك الصافي بالامتحان ما راح يجيك مستقيم، راح يجيك بالعادي مائل. تمام؟ هون بحكي لك لو أنا عندي صفيحة داخل سطح المي مائلة بزاوية ألفا مع السطح الأفقي، تمام؟ الصفيحة مش فوق يعني موصولة هيك، لا الصفيحة بس جاي هيك بمكان معين. بحكي لك ببساطة إنه قيمة البشر، قيمة الضغط شو بيساوي؟ احنا بنعرف انه الضغط بدك تحسب الضغط على الصفيحه هاي وين؟ على سنتر الصفيحه، دائما على السنتر الصفيحه، وليكن سنتر الصفيحه هون، بقول لك الضغط بيساوي دائما جاما في اتش، اي اتش الاتش، هاي الاتش البريشر بيساوي جاما اتش جاما للسائل وليكن هذا ووتر. طب انا شو الاتش؟ هو مش معطيني الاتش، معطيني فعليا المسافه هاي المائله، شو بعمل؟ بحكي او بحكي بي لو تمت المسافه واي، بحكي هي بتساوي جاما في واي، الماوس تعلق جاما في واي ساين ثيتا، تمام؟ جاما في واي ساين ثيتا هو جاما اتش صح، بس ما هو مرات ما بيعطيك المسافة المستقيمة، دائما بنحسب سنترويد الصفيحة بيكون واي مائلة، احنا دائما ناخذ ايش ساين ثيتا، لانه الواي باخذ ساين دائما اذا كانت القوة مع الهوريزونتال، تمام؟ هذا القانون العام بشكل عام عندي، جاما في واي في ساين ثيتا. تعلمنا ليش انه الضغط هون يكون ايش المستقيم من الفكتور الماضي قصدي، هي لو كانت صفيحه جوا سطح الماء بدي اوجد عليها القوه، احنا حكينا سنتر قوه الضغط اسفل سنتر الصفيحه، نوجد قيمه الضغط هي راح تكون الضغط في المساحه عرفها الاف، لاحظ هون جاما في واي في ساين الزاويه فورس بي في اي، يعني القيمه اللي فوق اضرب الاريا مساحه الصفيحه، دائما الضغط مسافة عمودية، تمام؟ دائما الضغط مسافة عمودية، أما لما أحسب السنتر في البرشر بحسبه مائل، هذا قاعدة، ما أحسب البرشر بدي أخذ المسافة الرأسية، بس وبدي أحسب مركز الضغط بحسبه مائل، بس احفظها أو اسمع الحل. هسه في امثله كثير هون، تمام تحلهم راح تشوف انه الوضع ممتاز. تمام هون هسه بدنا نركز على شغله، احنا حكينا احنا الضغط بيكون شند يونيفورم، تمام بيكون عندي زي هيك، انا شو حكيت لك؟ قلت لك انه هاي تكون 10، تمام وين مركزها؟ مركزها على مسافه 5، تمام هسه مركز قوه الضغط وين حكيت لك موجود؟ قلت لي والله موجود تحت صفيحه هون واي سو هاي بالعاده اسمها واي بار، تمام هاي اسمها واي بار، انت بدك تحسب واي سي بي، واي سي بي هون له قانون حفظ زي اسمك، مش عارف صراحه من الماوس يعني واي سي بي بتساوي عباره عن واي بار زائد قانون تحفظه زي اسمك واي اكس اكس على واي بار بتحفظه زي اسمك، يعني فعليا مثل واي سي بي عن مرجع معين ليكن هون، هو مش من هون، هو من سطح السائل، تمام من هون ماشي، مثل واي سي بي بتساوي الواي بار يعني المسافة هاي فعليا زائد المسافة الصغيرة، المسافة الصغيرة هي عبارة عن اي اكس اكس في واي بار في اي، بدك تحفظها من قوانين ممكن تكون شيت، واي بار هي نفسها طلعتها قبل الاريال الصفيحة بتتعلمها كاملة، بس بعطيك الأشكال جاهزة بتحفظهم. الفكرة المسافة الصغيرة هاي بين خط زهري والخط الأزرق
عبارة عن اي اكس اكس في واي على اي. بس اذا انت فهمت هذول امورك تكون تمام. مومنت اوف انرشيا باي بار سنتر الصفيحه القوانين الاساسيه الاي اكس اكس هذول اللي انت بدك تحفظهم. اول شيء هذا المربع الاي اكس اكس له بي تكعيب 12، يعني هاي الاي هاي الاي وهاي البي. مش معنى انه دائما تكعب الارتفاع، لا، دائما بتكعب عندك الصفيحه هيك بتكعب الطول اللي انت شايفه. يعني هذا الطول 10 اجى قال لك الصفيحه 10 في 5 تمام، 10 في 5 وقال لك هاي 10 هي عباره عن 5 في 10 تكعيب 12. لو قال لك هاي 5 تكون هي عباره عن 10 5 تكعيب 12. دائما المسافه الفورس عندك هيك، فكيف بتعمل مومنت؟ بتعمل مومنت هيك تمام، بتعمل مومنت هيك فبتاخذ المسافه الموازيه اللي هي هيك اللي هي ثمن طول الصفيحه. دائما طول الصفيحه لو كان عندك دائره هي باي 4 على ار كوب 4 ايه هي باي ار تربيع، هاي المساحه الدائره. واذا عندك اليبس خروط خروط قطع ناقص اللي هو بيضوي، عندك هاي الايه نص هذا والبي اللي هي نص الطول القصير، الاي اكس اكس بتكون كذا والمساحه كذا، عندك مثلث كذا دائره كذا ونصف اليبس. هذول بدك تحفظهم وما بعرف اذا معك شيء بالامتحان. تمام، قبل ما ننتقل للامثله خلينا نوقف الفيديو، خلي الفيديو قصير ان شاء الله. الفيديوهات الجايه راح تكون امثله، عندي مثال مثالين 3 4 5 6 7 عندي 8 امثله على هذا الدرس، راح يكون ان شاء الله بالفيديو الجاي، ممكن يكون على فيديوهين. يعطيكم العافيه.